صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب. القرآن الكريم لعظيم ما فيه من البركات، كانت تلاوته واستماعه من أعظم القربات، والاشتغال بتعلمه وتعليمه من أسمى الطاعات، وكان لأهله أعلى الدرجات وأوفى الكرامات. بهجة الدارين أحمد صالح محمد نور، المولد والمنشأ في ولاية شمال كردفان في ضواحي مروابة، محلية ودعشانة، الريف الشمالي لهذه المحلية، به مجموعة من القرى، وقريتي التي نشأت بها هي قرية بني محمد أبو شورى، من مواليد 1988. في هذه القرية نشأت وترعرعت، وكانت بداياتي في المدرسة الابتدائية هنالك من الصف الأول إلى السادس. بعدها انتقلت إلى الدراسة بمدينة أم درمان في مبدة، من الصف السابع والثامن بمدرسة العودة الأساسية بنين بالحارة 33 بمبدة، وامتحنت شهادة الأساس من هنالك. عقب الصف الثامن ذهبت إلى الخلوة في فترة إجازة بين الثانوي وبين الأساس، اللي هي كانت حوالي 3 أشهر أو 4. فالحمد لله بدأت هنالك بداية قصيرة، يعني بدأت من صغار الصور، من سورة الفاتحة تقريبا إلى سورة النجم. بعد ذلك جيت راجع تاني المدرسة، وواصلت في ثانوي في مدرسة مبدأ النموذجية. امتحنت ثانوي في المرة الأولى، بعد ذاك حرزت 72، نسبة 72 أكاديمي. فبعد ذاك نقدم الجامعة ولا نقرأ الخلوة، القرار بمشورة من أخي الأكبر شيخ صالح جزاه الله خير، إشارة منه إنه المفروض أنا والله أمشي أكسب الزمن، ودي فترة يعني وجيزة الزول بيستقبل فيها الأوامر وبقدر ينجز فيها. المهم مشيت الخلوة، أتذكر بديت من الجزء الخامس تقريبا، ذهبت في بداية العام 2005. الحمد لله وفقت في فترة وجيزة، ختمت القرآن هنالك في سنة، يعني من بداية الجزء الخامس لحد 2006 تقريبا شهر 6. جيت راجع الحمد لله انجزت، بعد مشاورات انه اكمل الخلوة وادرس وادرس، كان بعض المشاورات مع المشايخ هنالك، لكن القرار الاخير انه جيت راجع المدرسة ثاني، وما قدمت بال 72 وامتحنت الثانية مرة ثانية، والحمد لله حرزت نسبة 81، قدمت اكاديمي وصلت اكاديميا. النسبة كانت مشهد لفت خشيرة كلية التجارة جامعة النيلين، تخرجت منها العام 2012.
الهدف الواضح، النظام والمواظبة، القدوة الحسنة والبديهة الحاضرة، أساس متين لمن أراد أن يحفظ كتاب الله تعالى. أنا من درمان، يقولوا مشيت أمشي وين؟ أمشي وين؟ الحمد لله عندي قدوة قدامي شيخ صالح ومجموعة من المشايخ، يعني التحقوا بخلوة خرسي قبل بي زمن بعيد، فالنتائج قدامي ظاهرة، يعني ما داير لا، يعني زول مننا في من بيئتنا من شمال كردفان، إنه الإنتاج ظاهر قدامك خلوة خرسي وغيره من الخلاوة، فالزول ربنا وفقه وكده واجتهد، وربنا وفقه ومشى الخلوة اجتهد على دعم المشايخ له وطلاب المعاه. قبل ما نخش، إن أنا قريت كيف، أنا عندي قاعدة للشباب كلهم، يعني عندي قاعدة في راسي ناجرة زي ما بقولوا، قاطعة من راسي، إنه أي شخص أحرز نسبة 82 في الشهادة السودانية بيحقق 82 جبتها مذاكرة، أنت مؤهل إنك تحفظ القرآن في سنة. يعني أي زول أحرز 82 في الشهادة السودانية مذاكرة إنه مؤهل يحفظ القرآن في سنة، يعني يجتهد 12 شهر دي كافية إنه يختم، ويختم بدراسة إن شاء الله حسب نسبة الزكاة، ودي إن شاء الله تكون يعني دراسة حقيقية ومعلومة فيها فائدة. فالحمد لله أنا مشيت الخلوة هناك نظام واحد، احترام الصغير والكبير، أنظمة معدة جاهزة، أنت بتجي فقير لابس عراقيك وكسلاويك وطاقيتك، وتشوف محل سكنك وين أصلاً، يا مع أولاد أهلك أو مع الناس اللي في عمرك أو مع الناس اللي معاك في المستوى الحفظ من القرآن الكريم. فالتحقت بخرسي في 2002 أول مرة مشيت، والحمد لله كان جزء عمه زي يقولوا جاهز، بس من حفصي قلبناه بالدوري على يد شيخ أحمد يوسف إسماعيل اللي هو ود عمتي في الحساب، واللي هو مشهور بشيخ العيش، الآن هو ما شاء الله أستاذ بمدارس الجودة، وغير شيخ ما شاء الله تخرج بامتياز من جامعة القرآن الكريم، فله التحية من هنا. وتوالد المراحل، أنت بعد في الخلوة بتجي جينير أو مبتدئ اعتبارك برلوم، بسلمك زول يوريك وصول القراية كيف، يعلمك الكتاب والقراية، زول بيكون مستفاي في مستواك، يعني ما هو الشيخ المسؤول الأول في الخلوة. تتمرحل تتعلم تكتب وتقرأ، بعد ذلك تنتقل لمرحلة ثانية بتتأهل لدوري أعلى، بتخش بتقرأ على الشيخ الكبير. في خلوتنا في خرسي الخلوة منظمة لثلاثة خلاوة، خلوة الوافدين والأنصار والمهاجرين، فأنت وتوزيعك في المجموعات، يعني وقعت مع شيخ المهاجرين بيقوم لك بالواجب، مع الأنصار مع الوافدين هو كذلك. فالحمد لله أنا بدأت مع شيخ أحمد وخلصت جزء عمه غريبا في أقل من أسبوع في الفترة الأولى، بعد ذاك درجت وجيت راجع. لما رجعت مشيت بفهم تاني إنه والله يا أخي أنا مفروض أنجز بدري، أنا جيت زول كبير وزول في الثانوي وعارف داري عمل شنو أهدافي واضحة عشان الحق بيجاي وبيجاي زي ما بقوله. فالحمد لله في فترة وجيزة المشايخ ساعدوني مساعدة كبيرة، والبيئة ساعدني الحمد لله، وحتى في الزملاء كان التنافس واضح، والمشايخ يعطوا كل النصائح وكل الدعم المعنوي والحسي، فأنت كل ما تحتاج له تجد المربي قدامك بيدفعك للأمام، ما في تراخي، ما في لعب، ما في تقصير. الحمد لله بديت وربنا وفقني شديد، يعني أي شيخ أنت قدامك حتى من طلبة المعهد كلهم حفظة، هم في عوني لك أنت في الخلوة، بيقدموا لك هذا العون، بيقولوا لك الحاجة اللي غلبتك تقراها، بيوريوك تكتبها كيف، فأنت كل ما اجتهدت كل ما اكتسبت، يعني حتى في الكتابة كتابة اللوح لها اختلاف من الكتابة العادية، الألف ده أحمر أسود، في ألوان للألف ما بيعرفوها إلا طلاب الخلاوة، يعني زول بيلقى الألف مالك يوم الدين مكتوب بالخط رقية كده، هذا يسمى الألف الأحمر، فما بتعرفه إلا بصحة اللوح. فالحمد لله مع المشايخ درجت، يعني مرة تكون مع الأنصار، مرة مع الوافدين، والأمور الحمد لله مشت على أفضل ما يرام، فما واجهتنا مشاكل قط إلى أن أنجز المهمة بسلام الحمد لله. شهر رمضان، شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاهدة القرآن ومراجعته أمر لا بد منه، خاصة لإمام المسجد فهو داعية، والقرآن دعوته ومحرابه منبره. القرآن ما معنى أنك أنت حفظته في الخلوة والسلام عليكم، صنطت للشيخ وشكرت ربنا أنك ذبحت الذبائح، وزي ما يقولوا كرموا لك الأهل، كان بخروف كان ببعير. المدارسة للقرآن أهم من أنك أنت بداياتك، يعني هذه الحاجة اللي بتستمر معك لقدام، وهي اللي بتخليك تحافظ على قوة قرآنك والحفظ اللي حفظته من الخلوة لو ما داومت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوه فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالحديث واضح إنه مدارسة القرآن، يلا تجد من الخلوة بتصطدم بواقعك هنا، غير إنك في الخلوة مهيأ، في زول بيصحيك، في زول بيجبرك عليك إنك تقرأ، بينظم لك وقتك. جيت هنا تبقى مسؤول من نفسك ومسؤول من قرآنك السلموك له المشايخ خالي من العيوب والتلف. فإنت مراجعتك اليومية في الخلوة ثابتة، وعارف نفسك بتقرأ كم جزء في السبع، كم جزء في الضحاوية، في الدخشية. لكن لما تجي تقعد انت في محل انك انت شغال، ولا في مسجدك اللي قاعد فيه وفي الأيام العادية، فدي نهج عند المشايخ أغلبهم، يعني بيصلوا صلاة ختمة، يعني بيبدأ من صلاة الفجر الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم، يقوم بواصل في الغالب يعني في الصبح والعشاء بواصل ختمته، فبتكون مستمرة معاه. دي نوع من أساليب المراجعة العامة. طرد علينا الحلقات الأسبوعية، من ضمنها هنا في مسجدنا هنا عندنا حلقة كل أربعة، شاركوا معي مجموعة من المشايخ يعني جزاهم الله خير، حديثي عن أهدي بالحلقة، شيخ نور الدايم وشيخ أحمد عشي والمشايخ الكبار يعني بدون ذكر أسمائهم كلهم بيشاركونا في حلقتنا، اللي هي بتساعدنا أنا شخصياً إنه والله أنا راجع مجبور، بغض النظر أنت حافظ والله ما حافظ دي برا. حتى لما تضرب لشيخ تقول له يا شيخ فلان تعال أحضر معي الحلقة، تقول له يا أخي أنا واقف من سورة المؤمنون لحد أنت عليك الحزب الأول عليك الحزب الثاني، بتكون هو ضميريا مرتاح وعارف نفسه بيقرأ وين، يعني حتى لو ما محتاج مراجعة إن شاء الله يقرأه هو جايك في المواصلات. فدي أساليب بتاعت مراجعة ما مرهقة، يعني أنت بتصلي صلاتك بالخدمة، يعني كل أربع شهور بتصلي مصحف كامل لو شدد حيلك، خلاص تأخرت خمسة شهور في الصلوات العادية. أخونا بهجة الدارين أحمد صالح هو يعني أخي وزميلي وكذلك من الشيوخ المتقنين، وله يعني حنجرة ذهبية كما يقال. شهر رمضان شهر له مكانة خاصة بين الشهور وطابع فريد في النفوس، فكيف نستعد لاستقباله؟ بالنسبة لاستعداد الشخصية لرمضان، فبكون في استعداد معنوي واستعداد مادي. يعني أنا زي أي رب أسرة، الاستعداد المادي تشوف جهة الحلمور وين والكركدة وين، تشوف الدقيقة المناسب للعصائد لناسك البيوك أحبابك البيوك، العصائر الطبيعية، المهم ما يحتاج له المنزل السوداني من عدة رمضان. قال لها تمشي سوق درمان، تجيب حللك وصواهليك وجوكاكتك
فالموسم يعني بتتحدث عن نفسه في رمضان في السودان. الموسم انت ما بتحتاج يقول لك رمضان جاي ولا اشتري عدتك ولا اشتري فرشاتك ولا احتياجات المنزل الخاصه بك. اما الاستعداد من ناحيه الاستعداد الروحي او المعنوي لرمضان فالاقبال على القران من الاخرين، خليك انت من امام المسجد ولا زور المنظمه يسمع الناس القران الكريم، فانت تلقائيا بتكون قبل شهر رمضان اتقنت حفظك وراجعت الاجزاء العايزه مراجعه، الصور الصعبه اللحان الصعبه كيف تقيف في ايات، يعني انت كيف تسكت للناس، كيف تخاطب الناس بالقران الكريم، كيف تقرا معلومات اكثر من رمضان السابق، كيف انك تكون انت مستعد تقدم دعوتك في طبق للناس يعني ترفع به معنوياتهم ويزداد ثوابك وثوابهم وتشجعهم عليه إنهم والله يا أخي رمضان لازم أنا أصلي التراويح كلها، أصلي الصبح حاضر الظهر العصر بكلماتك البسيطة اللي بتلغير الناس في رمضان والثواب للمقابل الدعوة يعني. فالحمد لله استعداد لرمضان استعداد استثنائي زي ما بقوله، أول وآخر يعني تراجع حفظك فل ومعلوماتك فقهيا بتحاول تثبتها، المشاكل اللي بتحصل للناس يتوقع يمكن زول يجرك من الباب، انت صح حافظ ما فقه لكن ابسط الاشياء المفروض تكون في الفتاوى العامه المفروض تكون مراجعه كويس، فتحت الكتب راجعتها رايحت ادلتك وحياتك، بيجيك المريض بيجيك الزول اللي شرب مويه بيجيك في حياة كثير المفروض تكون مستعد لها وبتتعرض لاسئله عشان انت ما تخل بقيمه انك انت امام قدام الناس وكانوا خاتلنا قدوه، فمفروض الزول يشد حيله من المشايخ ويعرف المسائل الفقهيه في رمضان اقلها يعني راجع مع المشايخ يرجع للمراجع الكتب الحاجات دي كلها بتعين الزول انه والله يا اخي انا المفروض اكون مميز، يعني الشيخ المفروض يكون مميز يعصر نفسه يراجع ويقرا ويقرا على المشايخ يعني يسال غيره يستفيد. التميز والتفرد أمر لا بد منه. رسالة من الشيخ بهجة الدارين. نلتقيكم في الحلقة القادمة لنعرف أكثر عن الشيخ بهجة الدارين. في أمان الله. صدى المحراب يا سرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب